صباح المنات الطيبة والجميلة والسمحة لكل مشاهدينا في كل مكان، حلقة جديدة من صباح الشروق، تمنيات الصحة والعافية والأمن والاستقرار لهذا الوطن السودان، رمز العشق ولون الانتماء. أهلا وسهلا يا لينا، صباح الخير. صباح النور، صباح الإشراق، صباح الحيوية والنشاط واللايفات اللي كانت حاليا على السوشيال ميديا. صباحات جميلة سعيدة على كل المشاهدين في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صباح الشروق. إن شاء الله يكون صباح جديد مختلف ومميز وجميل على كل مشاهدينا داخل وخارج السودان. محطات مختلفة متنوعة جميلة ومتميزة أكيد بمشاهدتكم الطيبة لينا وين ما كنتوا بتتابعوا وتشاهدوا صباح الشروق. احنا نقول دائما يا لينا إنه في كل صباحاتنا، رغم منعيش الآن من تفاصيل وأزمات كثيرة جدا، لكن في كل سماء في كل صباح بنزرع الأمل في قلوب مشاهدينا أن يستمروا بهذا النهج. يعني بداية اليوم الجميل هي نهاية جميلة، يعني نعم وأكيد هم كذلك يزرعوا الأمل في داخلنا. صحيح، يعني نقول دائما جاوروا السعداء تسعدوا في صباحنا. أنا اسم جاور سعيدة اللي هي لينا على الهواء، وشان نستمر بتقديم بقية حلقات وفقرات اليوم عبر صباح الشروق. نبدأ صباحنا دائما بأغنيات جميلة مميزة ونحن الصباح على صباح الشروق. قصر الشوق